Okay, now we are good. زي ما قلنا إنه الماضي التام يدل على حاجة حصلت في الماضي وجت قبل ما حاجة تانية تحصل وقع الفعل، فخلاص صار في الماضي. والماضي التام المستمر حاجة حصلت في الماضي واستمرت لفترة من الزمن وخلصت. هنشوف أمثلة هنا. They had هنا في جملة they had not need an American until they meet John. ميت هنا الفعل التصريف الثالث للفعل. التصريف الثالث للفعل. Excuse me guys, there's a lot of noise out here. So they had not made an American until they made John. فعل meet اللي هو في الفعل العادي اللي هو الفعل الأول، وهذا في الفعل الماضي اللي هو made، ويعتبر الفعل الثالث برضه لأنه من الأفعال الشاذة. وفي جملة هنا they had been talking for an hour before Tony arrived. شفتوا الفرق هنا؟ الماضي التام بيكون انه سواء في هاد وفي فعل من التصريف الثاني زي ما اخذنا هناك السؤال اللي قبل شويه، لكن هنا بصيغه الماضي. وهنا they have been، اذا شفت have been هذا يعتبر ماضي مستمر تام، فكده في have been talking for an hour before Tony arrived في التصريف الثالث اللي هو arrived، هذه كلمة regular منتظمة، فهذا التصريف الثالث يعتبر بالنسبة لكلمة arrive. اوكي هنا في توضيح في الجملة الأولى ماضي تام لأنه العمل بدأ في الماضي وانتهى قبل ما يبدأ العمل الثاني زي ما قلنا، والجملة الثانية بتكون بدأت في الماضي واستمرت لمدة ساعة، منه هنا have been talked for an hour in hour هذا هو يحكمها، وانتهت ثم بدأ العمل الثاني هم قابلوا توني يعني يتكلموا for an hour وبعد كده أوه إلا وصل ممكن اتقابلوا في المطار كانوا بيتكلموا، ففجأة إلا جاء وصل رحلة جاد اللي هو توني فخلاص مشيوا، فالأفعال كلها انتهت في الماضي. اوكي هنا يقول لك لا يمكن ان تاتي الافعال الحسيه الادراكيه اللي ستيج اوف فيربس اللي قلنا عليها وير او ثينك، وفي افعال لايك ولوف فما ينفع ما تطبق في هذه الحاله في بالنسبه للماضي التام والماضي المستمر مستحيل تجي هنا. وضحوا اوكي نخش على صيغة المستقبل هو future tense زي ما قلنا. شوفوا هنا في جملة I will see a movie when I will finish my homework. It's wrong. ليش؟ لأنه مستحيل نستخدم will، وفي الجملة الثانية برضو نستخدم will. I will finish my homework. I will see a movie when I finish my homework يعني من دون وين. هنا الجملة الصح I will see a movie when I finish my homework. اوكي هذا future tense. في أي سؤال بالنسبة للماضي والماضي الفرق بين الماضي التام والماضي المستمر؟ Who's talking? Who's sharing? Hi to you too. Okay. Let's move. صيغة المستقبل زي ما أخذنا بتتكون من when, while, before, after. هذه الأفعال مستحيل تجيك في future tense. ليش؟ لأنها when بتدل على إنه شيء حدث في الماضي when، while بيكون يعني فعل تقريبا حدث في نفس الفترة اللي أنت فيها، وبيفور معروف برضو في الماضي، وافتر بيكون خلاص افتر يعني حاجة حصلت في ممكن present simple
حاجة حصلت وبعدها حصلت حاجة تانية، فما نستخدمها مع future tense. We will see down. Will هذه اختصارات ال will, he will, he'll, she'll, it'll, you will, they will, they'll. هذه كلها اختصارات، طبعا هي الدارجة في الاستخدام، يعني استخدموها بكثرة. واستخدامات will دحين هنشوفها، لو بتتنبأ عن حاجة إنه مستقبلا بتصير أو إنه أنت خامن. Please close the camera. Okay, thank you. الحين نشوف يناري ستير تيم والوين، مثلا الهلال تيم والوين، فهذه مثال للتنبؤ على حاجة. وهنا برضو للقرار أو decision، أنت أخذت حاجة متقرر خلاص هتروح، وintention حاجة في بالك ناويها. وطبعا يعني في القرار غالبا يستخدم going to، هنشوفها برضو معانا، لكن برضو استخدام هذا دارج. I will leave tomorrow، أنت خلاص رايح tomorrow، ففي ناس تفضل تستخدم I'm going to leave tomorrow، I'm gonna leave tomorrow، لأنه خلاص أنت قررت بكرة هتروح أو هتمشي. وهنا I will phone you tomorrow، سوف أتصل بك غدا. هذا الاستخدام الثاني لها. أول حاجة قلنا في production حاجة للتنبؤ، وثاني حاجة decision أو intention اللي هي قرار أو نية، برضو هنا للتنبؤ على عمل ما يحدث الآن. أتوقع أن تقول أن العمل مرجع حدث الآن، يعني هذا غالبا في اللغة الأكسن البريطاني أكثر، ما بيستخدم كثير في everyday language. It is 11 o'clock. Norma will be in bed by now. يعني الروتين خلاص، تعرف الوقت اللي نورما بتنام فيه، فأنت تطالع في الساعة، أوه it's 11 o'clock. Norma will be in bed by now. فهذا استخدام للتنبؤ أو إنه حاجة حصلت يحدث الآن، وتوقعت إنه من جد نايمة. وبرضه أها that will be my husband. He said he would phone at this time. إنه زوجها قال لها، كده جابوا would بدل will في الماضي. زوجها قال لها هيتصل عليها نفس الوقت هذا، فرن الهاتف إلا قالت تقول oh will be my husband. He said he'd phone me. He would phone at this time. إنه راح يتصل في الوقت ده. وأربعة للدلالة على عادة أو سلوك أو طبع في الحاضر أو present habit، وخصوصا في سلوك المعاملة. زي ما قلنا الأشياء هذه في اللغة البريطانية، اللهجة البريطانية. هذا وده. She is a good girl. She will play quietly for hours. هذه الجمل كلها لابسة كرافتة هذه واللي فوقها. وبرضه مع الجمل الشرطية اللي هنشوفها في البحث الثاني عشر، اللي هي I will if you I could if you، برضو هنشوفها. If John will come tomorrow, I will drop my mic or حاجة، يعني تربطها بحاجة. إذا فعل الشيء صار، الشيء ده صار، أنا راح أسوي الشيء الفلاني. ممكن شايف يقول ما هو سامعني، ممكن أنت مقفل المايك، فحاول تشوف. ممكن مقفل المايك، في مايكين عندك، ممكن مقفل المايك اللي يسمع، فدور عليه تلقاه ممكن يمين أو يسار. وفي أي سؤال في استخدامات ويل؟ واضحة معاي أنا. أوكي. وود زي ما قلنا استخدامها مرة شائع، والناس تستخدمها بكثرة في everyday language. وهذه الاختصارات حقتها هيد، زي ما قلنا إذا شفت هيد خلاص معناتها would، أو I would like معناتها أدي، يعني خلاص أنت الضمير جاء وبعدين أدي، أو الفعل المساعد جاء وبعدين أدي، خلاص already هيكون في بالك إنه هذه would. الفعل المساعد
وود استخدام شائع جدا زي ما قلنا. أنت فكيت الكاميرا زي ما قلنا كفعل مساعد، وبرضه زي حالته زي ويل، لأنه ويل بتكون يعني present وهاري بتكون في الباست غالبا. وللتعبير عن عزم أو نية أو قصد intention أقوى من ويل في الأشياء اللي أنت تنويها. would بتكون أقوى من ويل. I would study well. أنت خلاص عازم إنه راح تدرس وتجيب full mark في الاختبار أو full mark في المدرسة أو الجامعة. I will study well يعني شوية، لكن I would study well فيها عزم. وإيش بيجي في اثنين بصيغة ال past participle اللي يكون الفعالة الثلاثية would زائد have، بعدين يجيك الفعل الثلاثي، يدل على عمل لم يحدث في الماضي ولا يمكن أن يحدث ويسمى ال real past. Would you have taken my vow؟ حاجة would you have taken my vow يعني هل ممكن تأخذ حلفي أو يعني حاجة زي كده. هذا طب بالنسبة لاستخدام would زائد have بعدين الفعل، taken زي ما قلنا فعل ثلاثي اللي في التصريف الثالث. هنا في مثال if you had lived in the 19th century you would not have driven a car. يقول له إذا عشت في القرن هذا ما هتسوق سيارة، لأنه في القرن هذا ما في سيارة أصلا. فهذا الاستخدام بالنسبة لي would زائد have زائد driven زائد فعل الثلاثي اللي هو past participle. وهنا للدعاء على طلب برضو بيستخدموها what would you drink would you drink would you call me would you، بطلب مهذب يعني what will you drink بيكون يعني شوية ما هو مهذب الطلب حسب ما هم بيحسوا يعني. غالبا الأشياء بتكون حسية بالنسبة للأشخاص، في الكتابة ما هتفرق لكن في الحالة النفسية بتفرق. Would you drink with me would you will you drink with me بتكون شوية فيها يعني شوية اهتزاز بالنسبة للشخص المتلقي. وأربعة للدلالة على الرفض الشديد اللي هي Jack would not help you even if you begged him. إذا أنت زعلت جاك مرة فجاء بيقول لك help me، فأنت ممكن بتقول لصاحبك إنه أبغى أطلب من جون إنه يساعدني في حل المسألة الفلانية، فإلا أقول لك Jack would not help you even if you begged him. لأنه يعني إيش أنت سويت فعل زعل منه أو حاجة حصلت بيناتكم. Whatever. الخامس للدلال على عادة أو سلوك habit لكن في الماضي، زي ما قلنا في ويل برضو بتقول في لكن في البريزن برضو في المعاملة. الفرق بين would و used to تستخدم في القصص والروايات القوية لا غير. used to يعني أنت اعتدت تسوي حاجة، أما ود يعني حاجة حصلت في الماضي وأنت يعني خلاص ما كانت habit بالنسبة لك. هنشوف مثال هنا before they get married Simone would wait Susan every evening after work then they would go to the park and Susan would feed the dogs on the lot. يعني قبل ما يتزوجوا سايمون مو سيمون عفوا سايمون يعني كان بيستناها ترجع من العمل بطريقة رومانسية ويروحوا البحر يتفرجوا على البحر ويطعموا البط اللي هناك ويلعبوا مع المويه. فلأجل كده هي كانت عادة، لكن العادة هذه خلصت أو مع مرور الوقت يوم تزوجوا بطلوا يسووها فصار خلاص صارت habit. والاستخدام السادس للربط مع المستقبل والماضي future in the past هنشوفها تحت. وبرضه مع الجمل الشرطية زي ما قلنا if you would زي كده، إذا صار الشيء ده هيصير الشيء ده أو إذا صار الشيء ده أنا راح أسوي الشيء ده.
be going to زي ما قلنا هذه بيستخدموها غالبا في الأشياء اللي فيها عزم بدل من will. طريقتها كيف subject والأفعال المساعدة اللي هي الضمائر المساعدة am, is, are. طبعا am بتكون للفرد I و is بتكون طبعا he, she, it و are معروف للجمع they والأخ. وبعدها يجي going to وأكيد مستحيل يجي بعد going to فعل في الماضي أو في التصريف الثالث no way. فهنشوف هنا وبعدها زي ما قلنا object اللي هو مفعول به أو اسم مجرور أو صفة برضو بيجي أو ظرف زمان أو مكان كله بيجي. هنا في be going to غالبا المستقبل القريب near future. The bell is ringing, I'm going to open the door. ما نقول I'm going to open the اللي هي ed لأنه خلاص going to يجي بعدها فعل في الشكل العادي زي ما هو في ال present simple. وهنا في جملتين I'm going to the cinema, I'm going to go to the cinema. الفرق جدا بسيط لكن يكاد يكون ما في فرق, كلها بتأدي نفس الغرض. لكن I'm going to go to the cinema أنا راح أروح خلاص أنا قررت من جد راح أروح للسينما. استخدم be going to في اللغة الأمريكية أكثر من will زي ما قلنا فوق. في العامية اختصارها اللي هو slang I'm gonna go, I'm gonna go, I'm gonna have my breakfast, I'm gonna call my parents, whatever. I'm going to go to the cinema, I'm gonna go to the cinema هي نفسها لكن هذه slang بتكون عامية everyday language. في أي سؤال فيها؟ مع أنه أحسها واضحة. واضحة واضحة. اوكي. السبجكت هنا future simple المستقبل البسيط يكون بالفعل فاعل اللي هو أنت أو أنتما أو هما وبعدين ويل يجي وبعدين الفيرب في التصريف الأول وبعدين زي ما قلنا object whatever it comes to the end. I will go to the school tomorrow. أنا بروح المدرسة بكرة. John will be here. يعني عارف present simple حق المستقبل. John ليس ضمير هنا لكن إيش هو؟ لم نختصر John لأنه مو ضمير. لو قلنا he'll he مكان Joe هيكون في اختصار زي هنا I'll هذا ضمير نقدر نستخدم لكن مع الأسماء والعلم ما نستخدم الاختصار لأنه ما ذكرنا الضمير الغائب للفاعل اللي هو جو. أوكي هنا الاستخدام المستقبل البسيط he will talk to you. شفتوا he'll talk to you هذا للتعبير عن عمل سيحدث أو سيتم في وقت ما من المستقبل. he will call you, he will meet you فنستخدمها. و future progressive اللي هو المستقبل المستمر subject الفاعل will be والفعل بيكون ing وبعدين object زي ما قلنا وين. وبرضو غالبا لا تأتي زي ما شفنا في الماضي غالبا لا تأتي إلا بوجود جملتين بينهما ربط while وين يعني تقريبا نفسه الحاضر التام المستمر لكن هذا مستقبل تقريبا نفس when while ing برضو لكن هنا الفرق انه في will be في استخدام will be just. وهنا الجملة الأولى مستقبل مستمر فيجب أن تكون الجملة الثانية حاضر بسيط زي ما شفنا في الحاضر التام المستمر. الجملة الأولى بتكون ing والجملة الثانية بتكون ed. فهنا كمان هنشوف they'll be wearing, he will be sleeping. هنشوف مثلا بتكون he will be eating يعني هو راح يأكل. أوكي والاستخدامات المستقبل المستمر واحد
عمل يجري في المستقبل، وحاجة تانية هتقطع زي ما قلنا وين while. I will be waiting for you when the bus arrives. يعني الباص لسه ما جاء، لسه ما جاء لكن هو في الطريق. أنا بقول I will be waiting for you when the bus arrives. أنا راح أستناك إذا جاء الباص. ما عليك، روح روح بسرعة، خلص شغلك وتعال، أنا راح أستناك. The bus arrives وأنا راح أستناك. Okay، يوصف حالة مؤقتة في وقت محدد. I will be waiting for you at 9 o'clock. أنا راح أكون راح أستناك في الساعة الفلانية أو اليوم الفلاني. وبرضو ما نستخدم الأفعال الحسية اللي هي state of verbs زي ما قلنا love و like، ما نستخدمها مع المضارع المستقبل. Okay، future perfect بيكون subject will have، والفعل من تصريف الثالث. لأن دحين الconclusion في الأفعال كلها اللي أخذناها بيكون إذا جاء have، يا يجي بعدها إيش الفعل في التصريف الثاني إذا كان regular، أو الفعل الشاذ بيجي عن طريق الفعل الثلاثي. وغالبا لا تأتي برضو زي ما قلنا after before when، لأنه مستقبل ده، فما نستخدم after before في الفيوتشر بيرفكت، مستقبل الحاضر تقريبا بالعربي. في جملة هنا the bus the post office will have returned the package before I can take. البريد سيكون قد أرجع الطرد قبل لا آخذه. هنا حاضر بسيط I can take اللي هو take بيكون في الفعل حاضر بسيط، وهنا مستقبل كامل هو will have ومع الفعل الثلاثي اللي هو returned فعل منتظم. هنا I will have perfect my English by the time I come back from the USA. هو دحين في أمريكا قاعد يدرس، قاعد يقول أنا راح أحسن لغتي الإنجليزية قبل المدة تخلص أو قبل لا أرجع من United States of America. هذه الاستخدامات، واحد عمل بدأ في المستقبل وسينتهي قبل أن يبدأ العمل الآخر. Okay، completed action before something in future happen. I will have perfected my English by the time I come back from the USA. هذا هو، بسيط جدا، وغالوا بس شوية تركيز. She'll have cleaned the house after he gets it. Gets يعتبر simple present، يعني هي ستكون نظفت المنزل بعد أن يحصل عليه، مستأجر جديد أو مشتري جديد. After he gets house he gets house she will have cleaned it. شفتوا، تقدر تيجي الجملة present simple، present simple future، present simple يقدر يجي في النهاية ويقدر يجي في البداية، فما تفرق. زي ما أخذنا في present continuous perfect continuous و present continuous perfect present continuous progressive. زي ما أخذت نشاط في الجروب الجملة هذيك كانت بتقول كده، شفتوا الماضي ما له علاقة فيه، الحاضر اللي هو he will get the house هو راح يحصل على المنزل سواء إيجار أو شراء، وبعدها هي راح تنظف البيت إذا أخذه. بالتعبير عن عمل سيحدث قبل وقت محدد في المستقبل زي ما قلنا الوقت I will meet you at 9 o'clock I will have slept at 10 o'clock. يقول لك I will call you at 10 o'clock إلا أنت تقول oh I will have slept at 10 o'clock، أنا سأكون قد نمت في الساعة الثامنة، يعني لا تتعب نفسك وتدق علي، أنا وقتها راح أكون نايم. وبرضو في وجود كلمة by من خلال بتيجي، يعني تقريبا المستخدم يجب استخدام مستقبل التام عوضا عن المستقبل البسيط اللي هو by this time tomorrow we will have had the meeting. يعني by this time
next Saturday we will have had the meeting. سيد الوقت الأسبوع يوم السبت القادم راح يكون إحنا أخذنا الكلاس هذا أو أيوة لأنه الكلاس حق السبت بيكون بعد المغرب فخلاص أوريدي هيكون إحنا أخذناه. و future perfect progressive استخدام subject will have been وفعل ing طبعا لأنه perfect progressive future perfect progressive أوكي استخداماته قليلة جدا لأنه ما الجملة المستخدمة لا إلا بوجود جملتين بينها ربط مثل after before when لا تأتي جمل المستقبل التام المستمر إلا بوجود when hook up to the charging أوكي تمام welcome back guys. وقفنا هنا قلنا استخدام future perfect progressive subject فاعل plus will have been plus verb ing طبعا whatever you want to whatever you want سواء اسم او جملة او اسم عفوا اسم او صفة أو حرف جر أو ظرف مكاني أو زماني بيكون في الآن. أوكي استخداماته قليلة جدا زي ما قلنا ما بيجي المستقبل المستمر التام المستمر وجود وين وبيفور وآفتر. أوكي هنشوف أمثلة I will have been working for 2 hours when her plan arrived. راح أكون مشغول كنا مشغول عندما تغادر طيارتها مستقبل متام مستمر كيف عرفنا انه تام مستمر في have been ing اوكي هذا مستقبل تام مستمر والحاضر معروف الجملة بتكون او الفعل بيكون arrives بيكون في الوضع الطبيعي هنا الاستخدامات بتكون واحد طريقة العمل سيبدأ الفعل في المستقبل وسيستمر لفترة ثم اللي بعده هيبدأ زي ما قلنا في الـ perfect present continuous أو الحاضر التام المستمر أو الحاضر التام المستمر progressive present continuous progressive برضو نفس العمل هو حاجة حصلت في الماضي واستمرت لفترة وهنا كمان حاجة حصلت في المستقبل حدث بيحصل في المستقبل وهيستمر لفترة وبعده خلاص هيخلص She's going to have been working at the company for 3 years when it finally closed طبعا إذا تكون قد عملت في تلك الشركة لمدة 3 سنوات عندما أقلقت نهائيا مثلا هي يعني حاليا بتشتغل وراح تشتغل لمدة 3 سنين قدام بعدها الشركة راح تقفل فهذا الاستخدام الأول حاجة بدأت في المستقبل وراح تستمر لفترة ثم العمل اللي بعده يبدأ هنا شرح للجملة هذه وهنا they will have been talking for an hour by the time Tony arrives زي ما أقول المثال هذاك اللي في اللي قلنا جون I've been talking for an hour before Tony arrived هنا بالإيد في الماضي البسيط وبرضو 2 للتعبير عن سبب لحدث ما في المستقبل George English will be perfect when he leaves because he will have been studying English in the United States for 2 years. أكيد هذا إذا ما حصل اللغة بيكون هو بيلعب بديله أو أصلاً ما راح عشان يدرس اللغة. أوكي وبرضو زي ما قلنا في الأفعال الثانية اللي في المستقبل perfect future أو future simple الأفعال الحسية مستحيل تجي معها وهنا كمان مستحيل تجي في صيغة المستقبل البسيط والتام.
جينا للفرق بين المستقبل التام والمستقبل التام المستمر. المستقبل التام يدل على عمل ما سيحدث قبل حدوث عمل آخر في المستقبل، أما المستقبل التام يدل على عمل سيبدأ في المستقبل وراح يستمر لفترة من الزمن، مثل for 5 days or 5 أو 3 years أو for 2 hours ويخلص، زي ما أخذنا هنا present التام المستمر future perfect future progressive. الشيء حصل في المستقبل واستمر لفترة اللي هي 3 سنين 2 years عفوا هنا 2 years وهيخلص برضه. ومع الاستخدام اللي نعرف المستقبل التام المستمر بنستخدم فيه for و for 5 days for 2 hours for 3 years أو by the time. هنا I will have read 5 pages when my roommate returns. أنا عندي اختبار بكرة يقول راح أكون أنا قد قرأت 5 صفحات قبل ما يجي زميلي في السكن أو زميلي في الغرفة. ممكن هو مزعج ويحب الإزعاج، ما ياخذ راحته في المراجعة، فبيقول I will have read 5 pages when my roommate returns. يكون يعني قرأ 5 صفحات. I will have been reading for an hour when my roommate returns. شفتوا مستقبل مستمر، مستقبل تام مستمر في الجملة هذه because we have been on it. عندنا have been on it. ONG. Okay. في الجملة الأولى مستقبل تام اللي هو هذا مستقبل تام. I will have read 5 pages when my roommate returns. ليش عرفنا مستقبل تام؟ لأنه present simple في S في الفعل return في S. وهنا ليش عرفنا في have been في ONG؟ في برضو الأشياء اللي قلنا نعرف من خلالها اللي هو for an hour الظرف الزماني. في الجملة الثانية زي ما قلنا العمل الأول أنا سأكون قد قرأت سيبدأ في المستقبل ويستمر لمدة ساعة وينتهي، راح يبدأ يقرأ إذا جاء زميله ويوقف قراءة. الفرق بين المستقبل المستمر والمستقبل التام المستمر، نقارن بين جملتين. I will be reading when my roommate returns. هذا إيش؟ مستقبل مستمر. وهنا I will have been reading for an hour when my roommate returns. Oh, I forget to record it again. No, I start already. Okay, it's my bad. I'm sorry guys. هنا بتكون في المستقبل مستمر. Continues. I will have been reading for an hour when my roommate returns. اتضح انه في have been وفي an hour وفي when برضو في الجملة، فوافت الشروط المطلوبة. وجينا للمستقبل في الماضي future in the past. ايش الصيغ؟ في 3 صيغ. انا كنت ساشتري سيارة، انا كنت ساسافر. هنشوفها تحت كيف كده، هنشوفها تحت. I was going to buy a car. I was going to travel. إيش تتكون من إيش؟ أول شيء subject وبعدين would، والفعل يكون منتظم أو غير منتظم في الحالة الأولى. بعد object الحالة الثانية اللي هي subject was where، بعدين going to، والفعل اللي بعده يكون زي ما قلنا الفعل اللي يجي مع going to بيكون الفعل العادي في حالته الطبيعية، وبعدها object. الحالة الثالثة subject اللي هو الفاعل والأفعال المساعدة اللي هي was where وبعدها to برضو الفعل العادي. طبعا هذا الشيء اللي يميز ال future in past future أو future past، أن الأفعال اللي بتجي في الجملة الثانية بتكون عادية زي ما هي. هنشوف أمثلة. I was going to buy a car. They would go to the cinema. He was to become a president. هنشوف هذه أمثلة زي ما شفنا في الثلاثة.
مثل الثلاثة هذه أمثلتها. They would هنا. Okay. They will go to the cinema. هنا الماضي شيء حصل. They will. الحاضر ممكن راحوا وخلصوا. المستقبل انتهى الكلام الماضي. خلصوا من السينما. استخدامات واحد لو نبغى نعبر عن حاجة على وشك الحدوث في الماضي ولكن ما حدث. I would buy a car. I was going to buy a car. I was to buy a car. ولكن الطريقة هذه بتكون مرة شاذة استخدامها جدا قليل. الاثنين دول بيكونوا يعني أكثر استخداما. Oh wow, we finished. Are we finished? في أي أسئلة في الأشياء اللي أخذناها في future, in the past, أو future perfect progressive أو simple future؟ في أي أسئلة؟ ما في سؤال؟ اوكي اذا ما عندكم اسئلة خلونا انا عندي اسئلة شوية اسئلة لكم. طبعا زي ما قلنا الوحدة هذه هي اللوب حق اللغة الانجليزية فليت نرجع نراجعها ونركز عليها ونشوف الافعال لانه اذا عرفنا طريقة الافعال كيف تتكون بيكون إنه عندنا خلاص وصلنا لمرحلة نقدر نقرأ فيها نقدر نبني جمل قواعديا صح ونقدر ناخذ ونعطي مع أي أحد. The homework are going to be 21 21 و I understand how much time it 21 ولا 24؟ 24. هنا أخذنا هنا ما أخذنا خلينا ناخذ 18 24 27 35. تمنتاش، أربعة وثلاثين، أربعة وعشرين، أيوة، سبعة وعشرين، أيوة، خمسة وثلاثين، أوكي، خمسة وثلاثين. ويا شباب لا تنسوا المناقشة اللي قلنا في الجروب هنناقش فيها بخصوص الحاضر التام المستمر والحاضر التام والحاضر. نشوفكم في الجروب إن شاء الله وشكرا لكم على الحضور. Thank you. نتقابل إن شاء الله موعدنا يتجدد يوم السبت القادم إن شاء الله عمر وعافية. شكرا لكم. Have a nice dream أو sleep tight. Thank you. Bye guys.